بنبارك من جديد للاعيبه النادي الاهلي ومستمرين معاكم طبعا بالتاكيد مع كل جمهور النادي الاهلي. لحظات مهمه جدا ويمكن كمان الفرحه مهمه جدا. حسين الشحات واحد من نجوم النادي الاهلي، ربنا ما بيكافئ لعيبه النادي الاهلي. مش هتكلم بقى على اسيست الكهرباء، هتكلم على النهارده على حسين رجولته، على المباراه الماضيه. حسين مركز بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، عايز يحقق حاجه مع النادي الاهلي. شايف الجيم النهارده ازاي؟ نتيجه كبيره يا حسين على فريق الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طبعا الحمد لله على المكسب طبعا، يعني اهم حاجه. انت بتلعب النهارده نادي الزمالك يعني قمه، يعني فريق كبير طبعا. فانت النهارده انت بتلعب اللي انت مبروك حبيبي فانت بتلعب النهارده اللي انت عايز تكسب زي ما هو عايز يكسب. فطبعا يعني مباراه كبيره سواء احنا او هم، يعني فريق الجماهير يعني نادي الزمالك طبعا جمهوره كبير، او جمهور الاهلي برضه طبعا جمهور كبير النهارده بيشجعنا من قبل الماتش. فطبعا حاجه كبيره، احنا كنا عايزين نبسطهم وعايزين نسعدهم، فدي حاجه كبيره جدا. فالحمد لله يعني طبعا يعني النهارده يمكن اللعيبه كلها كانت قلبها على قلب بعض، وكنا عايزين كمان كهربا نساعد كهربا يجيب جون. يمكن انا كنت امبارح قلت له ان شاء الله ربنا يكرمك، انا عارف ان انت هتجيب جون النهارده. فالحمد لله يعني ربنا كرمه. وطبعا مبروك لجمهور الاهلي العظيم، واللي جاي ان شاء الله احسن واحسن، وان شاء الله السنه دي باذن الله هنجيب لكم كل البطولات ان شاء الله. الجار الذات كان مهم جدا حسين بالنسبه لك، ويمكن انت حطيت كهربا في صوره جميله جدا، ودي الروح الكبيره. قلنا سر نجاح النادي الاهلي هي سر اوضه اللبس والعلاقه الطيبه جدا. كلمني على الكواليس دي، لان جمهور النادي الاهلي محتاجها. طبعا يعني دي حاجه طبعا، يعني دايما النادي الاهلي كده، دايما النادي الاهلي بيكسب البطولات بكده، سواء بالدوري او افريقيا او بيوصل لما بيلعب كاس عالم او السوبر، اي بطوله الاهلي بياخدها هو ده دايما اللي احنا كلنا على قلب بعض. فده اللي حصل فعلا، والفتره اللي فاتت احنا كلنا قلبنا على قلب بعض وكلنا عايزين نحقق دوت. فالحمد لله يعني النهارده كان باين، الماتش اللي فات كان باين، الماتشات اللي فاتت اصلا اخر كام ماتش باينه جدا الحمد لله. انكار الذات عندنا كلنا كان باين جدا، فدي حاجه كبيره. فربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله، واللي جاي احسن واحسن.